بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا دكاتره. معاكم دكتور محمد كامل، عضو هيئه التدريس بجامعه القاهره ولايسنس فيزيكال ثيرابيست في المملكه المتحده والولايات المتحده الامريكيه منذ سنه 2006 وحتى الان. طبعا احنا بنهتم ليه بامتحانات اللايسنس؟ انتوا عارفين انا بدرس كورس البريبريشن لايسنس للناس اللي هي بتفكر ان هي تسافر للخارج، واللي بتفكر كذلك ان هي حتى ان النهارده اصبح مانداتوري علينا ان احنا ناخد امتحانات لايسنس للدفعه اللي هي هتخلص الامتياز حاليا في مصر، وبالتالي اصبح الموضوع مش اوبشن. انتوا عارفين ان يعني احنا عندنا طبعا كورس الخريجين، ده كورس مكثف بيبقى 3 ليالي في الاسبوع، الاحد والاثنين والاربع الساعه 10 مساء بتوقيت مصر. اما كورس الطلبه ان شاء الله هيبدا قريب، وعدد كبير من الطلبه الحقيقه بعتوا ان هم يسالوني عنه، ولكن احنا عايزين كورس الطلبه يكون يمشي بارلل مع الدراسه الجامعيه بحيث ان هو ما ياثرش على الدراسه الجامعيه، فمش هيكون بنفس الكثافه، في الغالب هيبقى مره واحده في الاسبوع او ما الى ذلك ان شاء الله خير. طيب الكورس احنا عارفين ان هو بينقسم لعده سيكشنز، فاحنا عندنا السيكشن اللي احنا شغالين فيه حاليا او الدوره الحاليه هي الاذر سيستم. فالنهارده جايب لكم سؤال من الاذر سيستم، والاسئله دي مش مفيده بس الناس بتفكر في بريبيشن للاكزام، لكن هي مفيده اصلا as clinically relevant، لان هي يعني ليها علاقه بالحالات اللي احنا بنشوفها. فعايزين نشوف النهارده سؤال. النهارده هو سؤال النهارده تابع لحاجه اسمها الليمفاتيك سيستم، وده تبع الاذر سيستم، هو من ضمن الكومبوننتس بتاعه الايه الكورس بتاعنا. طيب فالسؤال بيقول ايه؟ بيقول a physical therapist examines a 56 years old male patient who reports fullness of the right lower extremity, a sensation of tightening skin and overall aching of the right lower extremity. As part of the examination, the therapist attempts to pinch and pick up a fold of skin at the base of the right second toe, but is unable to do so. This type of objective finding is best known as which of the following signs? طيب الفيزيكال ثيرابيست شاف بيشنت عنده 56 سنه، اللي بيقول ان هو حاسس بتقل في رجله اليمين، حاسس ان في السكين تايت مشدود، اند اوفر اول ايكنج، وعنده الم في رجله اليمين كلها. تمام، جه الثيرابيست بيحاول يبنش وبيك اب فولد اوف سكين ات ذا بيز اوف ذا رايت سكند تو، بس ما قدرش يشد السكين. يا ترى ده اسمه ايه بقى؟ اسمه ستيمر ساين، بوزيتيف ستيمر ساين، او فرومن ساين، او ترايبود ساين، او هومن ساين. تمام، طيب الديسكرايب سيناريو ده الحقيقه الاجابه هي ايه؟ هو ده بوزيتيف ستيمر ساين. الستيمر ساين زي ما احنا شايفين في حالات الليمفيديما كويس، بيبقى عندنا البيز بتاع ادي هنا عندنا السكند تو، ان الثيرابيست بيحاول ان هو يبنش السكين هنا، بس بيلاقي ان السكين تايت وما بيقدرش يعمل بنشنج للسكين او يرفعه، فدي اسمها بوزيتيف ستيمر ساين، ودي بتبقى موجوده مع حالات الليمفيديما. فبنقول ان الليمفيديما از ا سويلنج اوف سوفت تيشو ذات اوكيرز سكندري تو اكيوميليشن اوف فلويد وذين الاكسترا سيلولار سبيس. تمام، فده سببه ايه؟ او احنا عندنا محاضره كامله بنشرح فيها الليمفيديما، فبنقول سببه ان في مشكله في الليمفاتيك سيستم، سواء كان ان في مشكله في الترانسبورت بتاع الليمف، او في اوفر كاباسيتي في انتاج الليمفاتيك فلويد نفسه. تمام، طبعا عندي برايمري ليمفيديما اللي هي مش معروف سببها، او سكندري ليمفيديما اللي هي بتبقى بعد انجري او بعد سيرجري او بعد مشكله حصلت. فالاجابه هنا هي بوزيتيف ستيمر ساين، هي دي is characterized by inability to squeeze and pick up a skin fold at the base of the second toe زي ما هنشوفنا في الصوره. This test is typically used to determine the presence of primary lymphedema. If the therapist was able to pinch a skin fold, التست هيبقى نيجاتيف. هو بيبقى نيجاتيف في حالات الليمفيديما. ايوه، الليمفيديما بتنقسم لستيجز، في ستيج 1 وستيج 2 بيبقى ريفيرسبل الليمفيديما كويس، بتبقى لسه الستيمر ساين هنا نيجاتيف فيهم، لكن بعد ما بقت الريفيرسبل الليمفيديما خلاص هنا بيبقى في بوزيتيف ستيمر ساين وبتستمر معانا. طيب الشيء بشيء يذكر، امال ايه هي الفورمن ساين اللي هي كانت موجوده في السؤال؟ فورمن ساين از اسوشيتد ويز ادكتور بولشز ماسل باراليسيس. ذا تيستينج بروسيجر ريكوايرز ذا بيشن hold a piece of paper between the thumb and the index finger while the therapist attempts to pull the paper
away from the patient, a positive formant sign is indicated by by taking the flexing the distance phalanx of the thumb due to the adductor bullish's muscle paralysis. يبقى هو هنا اللي بيحط ما بين الاندكس والثمب ورقه وبنحاول ان احنا نشدها. This may be indicative of ulnar nerve compromise or paralysis. تمام؟ طيب. A tripod sign is associated with tight hamstring. كويس. The testing procedure requires that a patient is positioned in sitting with the knees flexed at 90 degrees over the edge of the table. تمام؟ The therapist passively extend one knee. A positive tripod sign is indicated by tightness in the hamstring or extension of the trunk in order to limit the effect. يعني العيان بيحاول يعمل compensation extension of the trunk in order to limit the effect of a tight hamstring. الهومان sign هي اللي هي اخر حاجه او اخر option كان موجود في السؤال is associated with ان في deep venous thrombosis او potential for deep venous thrombosis. Testing procedure requires that the therapist passively بيعمل dorsiflex patient's foot at the ankle with the knee kept straight, يعني knee extended, كويس. A positive Homan sign is characterized by pain in the cuff أو البوبليتيال space, بوبليتيال فصة, posterior aspect of the knee. This determine risk of for DVT. Clinical findings alone cannot confirm a diagnosis of a DVT. لكن هي لو انا لقيت بوزيتيف هومان ساين معناه ان العيان ده المفروض يعمل دوبلر او يعمل فيردر انفستيجيشن. تمام؟ عشان دوبلر الترا ساوند مثلا بحيث نشوف فيه فعلا في دي في تي او دي فينا ثرومبوزس اللي ممكن تؤدي الى ايه؟ امبوليزم. ده كان اجابه سؤال النهارده. دي تاني البوزيتيف ستيمر ساين الثيرابيست از انيبل تو بنش السكين اوف ذا سكند تو. ليه؟ لان السكين بيبقى حصل فيه هاردنينج وحصل فيه تشينجز وبقى رف. ألتقي بكم إن شاء الله في سؤال جديد قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا.